هذا المنكب أرسل رسالة تهدئة إلى الشعب التونسي أولا، أقول له نحن أبناؤكم من بني جلدتكم، نعيش معكم في العائلات وفي المقاهي وفي المساجد وفي الأسواق وفي المدارس وفي أماكن العمل، تهمنا همومكم، دماؤكم دماؤنا، أموالكم أموالنا، أعراضكم أعراضنا، ولئن تنهد بنا الأرض وتخر بنا في هوة سحيقة خير لنا من أن نكون سببا في أي ضرر يصل إلى الشعب التونسي المسلم.